السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. النهاردة معانا يا حبايبي فيديو جديد بأكلة جديدة. احنا هنعمل يا حبايب قلبي الأول معانا، اهو اللهم صل عليك يا نبي. معانا فراخ زي ما انتم شايفينها كده مقطعة وجاهزة. احنا هنعمل ايه دلوقت؟ هنعمل لها الخلطة اللي احنا هنتبلها بيها. معانا فلفل رومي، معانا طماطم، معانا فلفل اسود، معانا ملح، معانا ليمون، معانا بصل، معانا رز وشعرية، معانا كيس خضار زي ما انتم شايفين كده. احنا نعمل حبايبي شوية طبيخ كده مسبكين، وهنعمل الفراخ دي احنا نشويها. الاولاد حابين المشوية اكتر من المسلوقة، فانا هشويها لهم. والطماطم دي هنعمل منها التسبيكة، وهنعمل منها للخلطة بتاعت الفراخ. ومعانا الليمون، ده اكتر حاجة يا حبايبي، الفراخ بتحب الليمون، الخلطة دي بتحب الليمون. انا هوريكم كل الخطوات. بس يا حبايبي بالله عليكم، كل اللي يشوف القناة يشترك فيها، ويشرفني كده انكم تخشوا وتشتركوا في القناة بتاعتي، وتشوفوا كل يوم الفيديوهات كل يوم جديدة. وربنا يسهل كده حبايبي، وربنا معنا كلنا بإذن الله. ودلوقتي حبايب قلبي انا هعمل ايه؟ هوريكم الخطوات، نمشي مع بعض خطوة خطوة في الحاجة اللي احنا هنعملها مع بعض. يا رب طريقتي تعجبكم، يا رب تنال اعجابكم. بس حبايبي زي ما انتم شايفين كده، احنا فرمت الخليط اللي انا وريته لكم في اول الفيديو. دلوقتي حبايبي هنحصر الليمون، هنحصر الليمون وهنحط الفلفل الاسود. فانا يعني هحصر اكتر من ليمونه، ممكن ليمونتين زي ما انت يعني لو بتحبي الليمون كتير حطي، بتحبي خفيف برضو خفيف براحتك. انا دلوقتي عصرت معاكم ليمونة اهي، دلوقتي هحط الفلفل الاسود. دلوقتي حابب احط الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده، هي بتحب الفلفل. نحط لها الملح، هعمل الخليط ده ببعضي كده، هقلبه في بعضي وهظبطه وارجع اتبل به الفراخ. بس حبايبي انا هحط لها هرسة شطة، بس دي الفلفل الاخضر مش احمر. انا فرمه معاها على فكرة في الفلفل، وانا بفرم الفلفل حاطه فلفل رومي برضو احمر، اللي انتوا شايفينه ده فلفل احمر وفلفل اخضر مع بعض. دي بقى الهريسة تحت الشطة، دي حامية، هي خضرة بس هي حامية. فعشان هتبقى طعمها كده الفلفل الحامي ده مع البارد هيخليها طعمها كده حلو، يعني هي مش هتبقى حامية قوي بس هتبقى يعني طعمها كويس. بقى حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا تبلتها الخليط اللي انا عملته. طبعا كلنا عارفين الفراخ بتتبل ازاي، فانا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا الفراخ الصدر عاملاه شرايح كده زي ما انتم شايفين، عشان احط بين الشرخ بين الفتحة دي والفتحة دي التتبيلة عشان تتشرب كلها وتستوي بسرعة معانا. زي ما انتم شايفينها كده، لسه في تاني هعمل لها تاني تتبيلة، يعني هحط لها ايه، هعمل لها طمطمتين هحطهم على البوتاجاز يسلقوا، وهضربهم في الخلاط، هحط لهم معلقة زيت وليمونة وحتة نص معلقة فلفل اسود وحتة ملح، والله ما صلى على النبي،
وهدهن بيها الوش وهوريه لكم برضو. دلوقتي حبايبي ان احنا نعمل ايه، حطينا حلها على النار، هنعمل فيها البصل، هنعمل فيه الطبيخ المسبك اللي هو كيس الخضار اللي انا وريته لكم ده. دلوقتي حبايبي احنا حطينا معلقه سمنه اهي، عندك زيت حطي، عندك سمنه حطي، طبعا يعني حسب الاكل اللي انتوا بتحبوه بزيت او بسمنه، ده طبع حريتكم. دلوقتي حبايبي انا هحط البصل، اهو انا دلوقتي حبايبي حطيت الحله الثانيه اهي، حطيت لها السمنه وهعمل كده الرز معاكم زي ما انتم شايفين كده. حبايب قلبي هقلبه كده قلبتين ثلاثة، عشان بعد كده هحط عليه الشعرية. هتقولي دلوقتي يا ام احمد بتحطي ليه الرز الاول وبعد كده بتحط عليه الشعرية؟ عشان اقول لكم حبايب قلبي انا ما بحبش الشعرية تبقى غامقة قوي فيه، انا بخل يعني بدل ما اعمل حلتين احط الشعرية وحدها والرز وحديه، فانا هوريكم هعمله ازاي. انا يعني اول ما الرز لونه كده يبيض شويه كده معايا هروح حط عليه الشعريه، هقلبهم قلبتين، هيروحوا السخونه بتاعت الرز، هتخلي الشعريه ما تستحملش طبعا النار، تبقى انا بحبها كده اللون الذهبي، هوريها لكم برده لما نجي للخطوه دي. بس حبايبي هي كده حطت الشكل كده الذهبي صح. طماطم نحط نحطش الطماطم فيها كده تتخدع، نحط فيها الخضار وكده نروح عند الرز زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعه بيض زي ما انتم شايفينه اهو، لسه ملونش ولا حاجه، عشان يا حبايب قلب الرز بتاعكم يبقى حلو ومفلفل اعمله بس بالطريقه دي. كده انا هحط الشعريه اهي، هيلون واوريه لكم. دلوقتي حبايبي زي ما انتم شايفين كده الشكل الذهبي بتاع الشعريه، انا بحب حبايبي كده ذهبي، انا بحبوش غامق قوي او احمر دامغ، انا ما بحبهاش كده. فانا دلوقتي حبايبي هحط لها الشوربه، انا بس حبيت اوريكم الطريقه دي. حبايبي انا حطيت الشوربه اهو، هفر معانا فوره كده، هوطي عليه النار نسيبه بقى يستوى براحته على نار هاديه، واول ما يستوي ان شاء الله هوريه لكم. انا بقى نروح هنا للصلصه، التبات زي ما انتم شايفينها اهي، انا حطيت لها يا حبايبي نص معلقه سكر صغيره عشان الحنوطه. دلوقتي حبايبي انا هحط الخضار اهو معاكم، عايزه اقول لكم حبايبي اول ما نفتحهم الكيس على طول ما نغسلوش عشان ما يجلدش معانا، نحطه على طول كده في الحلة. نشوف كده كده هحط له ايه، ازيده شربة اللحمة. دلوقتي حبايبي الطماطم اللي انا هعملها للفراخ زي ما انتم شايفينها كده، اقول يا ام احمد انت غبت رحت عننا فين؟
اقول لكم يا حبايب قلبي، كنت بسلق الطماطم دي زي ما انتم شايفين كده عشان اضربها في الخلاط، اقشرها احش منها القشر وهضربها في الخلاط واحط عليها الحاجات اللي انا هتبل بيها وش الفراخ وهوريها لكم. بس هنضرب الاول ده في الخلاط دلوقتي. حبايب زي ما انتم شايفين كده ضربتها الطماطم اللي انا وريتها لكم، ونحط لها معلقه فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده، ونحط لها معلقه ملح. كده بس مش كتار، معلقة كده. ونحط لها ايه تاني حبايبي؟ نحط لها اللهم صل على النبي، هنحصر لها ليمونة. نحصر الليمون يا حبايبي اهو، نحصر لها ليمونة ونحط لها نص معلقة سكر. نص معلقة السكر حبايبي، نقلب كل الحاجات دي كده بعضها. وبعد كده ايه هنروح نرشها على الوش بتاعها. وعلى فكرة انا كنت مخلية من الخلطة دي اللي انا تبلت بيها بعد ما ادهنها الوش ده الاحمر ده بالصلصة، هروح احطه لها ده من فوق تاني بقى بالصلصة، وبرده هوريه لكم. بس حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا هحط كده معاكم الطماطم اللي عملناها زي ما انتم شايفين كده. الخليط ده كله اللي انا عاملاه هرش فوقيها، وبعد كده هوريها لكم. انتوا شايفين كده يا حبايبي شكلها كده من فوق عشان الوش بتاعها يبقى احمر وحلو. دلوقتي هتقولي يا ام احمد انت هتحطي ليه تاني من الخليط ده؟ ده هو عشان طعمها يبقى حلو. بصوا هفرشه كله على وشها كده حبايبي زي ما انتم شايفين كده. هتقولي يا ام احمد انت ليه غبت علينا كده؟ عشان يا حبايبي خليتها اخر حاجه عشان لما كلنا نتجمع كده باذن الله على الاكل تبقى هي اخر حاجه تبقى سخنه. وانا دلوقتي حبايبي احطها في الفرن ولما هتستوي هوريها لكم. دلوقتي يا حبايب والله العظيم الخلطة دي الفراخ المشوية جميلة جدا، هي هتطيب مع الخلطة كلها دي اللي احنا عملناها لها، هي مع نفسها كده هتستوي. احنا نحطها في الفرن وبعد كده نولع لها الشواية تاخد وش من فوق، وانا هوريها لكم. هنروح فين دلوقتي؟ احنا هنروح على الرز كله. طب استوى ازاي؟ يعني كله شايفين شكله كله زي العسل ازاي، فلفل وجميل. ولا نعمل الرز وحدي ولا شعريه وحديها ولا نتعب روحنا ولا حاجه، انتوا بس اعملوه زي ما انا وريته لكم كده. امشوا نفس الخطوات ويطلع معاكم باذن الله احسن رز بشعريه واجمل رز بشعريه وطعمه خطير والله يا حبايب قلبي. بصوا بصوا انا عايزه اوريكم الفلفل ازاي كله، يعني حبايه بحبايه اهو، لا هو معجن ولا هو حاجه، يعني لا هو معجن ولا الشعريه معجنه زي ما انتم شايفينه كده حبايب قلبي. كله زي الورد زي اللوز اهو، بسم الله ما شاء الله. بس حبايبي انا كده حبيت اوريه لكم الرز. تعالوا نروح للطبيخ بتاعنا البسله. بصوا خلاص يعني دخلت على سوا،
زي ما انتم شايفين كده زي العسل ازاي. نمشي حبايبي على الخطوات اللي انا عملتها، خطوات سهلة وسريعة ويعني وجميلة وزي العسل. اقول لكم حبايبي ان هي كده استوت معايا خلاص. على كده انا هحط عنها النار، يعني هي مخدتش وقت ولا حاجة رغم ان هي مجففة، بس والله العظيم حبايبي مخدتش سوا خالص. دلوقتي حبايبي انا هقفل النار عليها، هي كده استوت والرز استوى، مفيش معانا غير الفراخ هي اللي في الفرن. دلوقتي حبايب قلبي احنا كده خلصنا الفيديو معاكم وحطينا الاكل اللي عملناه مع بعض بكل خطوة. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي طبيخ اهو، والرز زي العسل والسلطة. بصوا الفراخ حبايبي شايفين طلع حلو ازاي، يعني الطريقة دي جميلة وسهلة، بس انتوا جربوها وكده يعني كل اللي يجربها يبقى يكتب لي كده ويقول لي يا ام احمد طريقتك دي عجبتنا او ما عجبتناش. وده الطبيخ الفاصولي البسلة. بص حبايبي بص الرز حلو ازاي اهو، طول احنا عملناه ازاي، طول يعني طلع جميل ازاي ومفلفل اهو. انا مرضش يعني انا على طول غرفه على طول في الطبق اهو، في اجمل من كده اهو. كده طبق السلطة الجميل ده اهو. دلوقتي حبايبي كده احنا الفيديو معاكم خلاص كده، احنا جهزنا اكلنا وكده تعالوا اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا الاكل الجميل ده وبالهنا والشفا لينا وليكم. ودلوقتي حبايبي اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.